عادل قراب مستشار جماعي نائب رئيس مقاطعة ديال بطانة. اليوم مقاطعة بطانة كتنظم حفل إعذار الساكنة ديال الأطفال الساكنة ديال المقاطعة ديال بطانة. العدد ما يناهز 270. اليوم في حفل بهيج استقبلنا هاد الأسر، وهانتوما كتشوفوا كاين توزيع ديال الألبسة عليهم وحفل الحنة. غدا إن شاء الله في مستشفى مولاي عبد الله غيتم الإعذار ديالهم بالتنسيق بطبيعة الحال مع مندوبية ديال الصحة ومع السلطات العمومية. المستفيدين كنا درنا في الأول 200، حددنا العدد 250، العدد وصل ل 270، والحمد لله يعني المقاطعة استقبلت جميع الناس اللي باغا تستافد من هذه العملية هذه. بالمناسبة مناسبة ذكرى المسيرة الخضراء. اليوم احنا حضرنا في هذا المجمع هذا اللي فيه واحد الناس اللي انضموا لنا الحمد لله، اللهم لك الحمد. انا من ضمن دوك الناس اللي استفدوا الحمد لله من هذا الحفل الختان للوليدات الصغار، وحنا كنشكرهم بزاف 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 صراحة الله. كان صراحة الله كل شيء في المستوى، والناس معاملة مزيانة، وحتى معنا حنايا كضيوف بغض النظر على الوليدات اللي غيتختنوا هكا، زعما كان كل شيء في المستوى الحمد لله. اليوم حضرنا جبنا وليداتنا، داروا لنا كان واحد الحفل ديال الحنة، داروا لهم حنينة، ومن بعد داروا لهم هكايا كان كلون، كان بزاف بزاف ديال الحويجات زوينين، وكان كيصوروا الوليدات على العودان وهكا، وكان الوليدات فرحانين، وحنا حتى كبارين فرحنا صراحة بنا وليداتنا. وغدا إن شاء الله يا رب العالمين غادي قالوا لنا بلي غادي يختنوهم إن شاء الله في المستشفى مولاي عبد الله، وكنشكرهم بزاف 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 على هذه المبادرة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة الزعماء مستشارة مقاطعة بطانة، نائبة رئيس مجلس عمالة سلا. اليوم تيا هنا تيا حنا ندير واحد العملية ديال الإعذار لواحد 270 طفل المستفيد في هذه العملية الإعذار. واليوم عندنا حفل حنة، وأيضا يتنوع مجموعة من الألعاب للوليدات، مجموعة من الألعاب الترفيهية للوليدات، حفل شاي، وأيضا توزيع الألبسة على المستفيدين من هذه عملية الإعذار. وأيضا غدا إن شاء الله غتكون عملية الإعذار بمستشفى مستشفى مولاي عبد الله بسلا. وهذه العملية اللي دابت مقاطعة بطانة أن كل سنة كدير هذه العملية ديال الإعذار الفرح الوليدات اللي هما يتامى واللي من أسر معوزة. ونشكر مجلس مقاطعة بطانة على هذه المبادرة الطيبة، وايضا برئاسه السيد عماد الريفي رئيس المقاطعه والمجلس كامل، وايضا كل من ساهم من بعيد او قريب في انجاح هذه العمليه ديال الاعذار. اليوم الحفله ديال الحنه وكانت زوينه بزاف، وغدا ان شاء الله عندنا الختان وغنمشيو ليه تاهو. كنتمنوا يدوز كل شيء بخير وعلى خير. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.